معكم خوتي خواتاتي، جيت معكم مرة ثانية. بغيت نجرب معكم واحد المادلين اللي تتكون من 3 ديال البيضات، كاس ديال التشين كما تنقولو حنا ولا البرتقال، كاس ديال سنيدة، كاس ديال الزيت، قشور ديال البرتقال محكوك، وجوج خمارات، والدقيق. يلا نبداو على بركة الله. بسم الله. نضربو البيض، نضيف عليه السنيدة، نضربو مزيان، نجدو الخلاط الكهربائي، نضربو مزيان. نخلطه حتى هو مزيان. نزيدو قشور البرتقال وكاس ديال البرتقال، نضربو نضيف الدقيق، نضيف الدقيق، وندير عليهم خمارة، ديك جوج خمارات، نضيف الخمارات الثانية، نضيف شوية ديال الدقيق، غادي نقرب هادشي، نضيف الدقيق حتى يتجمع ليه الخليط مزيان، الخليط ما يكونش قاصح وما يكونش جاري هكا. النص نديرو النص في الكويرتات، صغير النص ما نعمروهمش، نديرو في وسط المربى ديال المشماش، فين تيطيبو تيجيو زوينين بزاف في المذاق. غنعمرو المادلين ديالنا دابا، نزيدو الخليط عليه، ترجمة
ندخلهم الفران دابا ونتلاقاهم بعد ما نخرجوهم. سلام خوتي، حنا رجعنا، خرجنا المادلين ديالنا من الفران. الا بغيتو تذوقوها تذوقوها، ما بغيتوش تذوقوها بلاش. انا النص زوقته والنص لا، درت النص اللي زوقته زوقته بشكلات البيض ولي فيرميسيل، والواحد اللي زوق باش ما بغى، باش شنو المكونات اللي عنده في الدار. صوموا راحتكم.